مشرح الديبان عبد الرحمن محمود محمد دوره وشرح انقلها وكيلة سومالي لاني قبل كسناقي وفتيوه قامين ايو ياسيب اللارين لو قصور دوويي مقالة عير قابو وحنا مشرح الدولات كمقالة عير قابو قصور دوويي مدح دقمي داقون يهان دالني يارو يدد وينا كاليو واتي قادي ترابدان وفتي قلو سولوين لا شرفت له وهو قامل يروح البرلمان كمشرحة، البرلمان كأتاقنا، أدي أحد بندوس اللوين إن قبل كيني دت كيني باوت ما دين هذيل دول يقبل كونه ترثمو قبل الله ترثمو، إن وكرد عدو دور الشدو هل كقبل كسنة قوي هاي لما نو كرد هذيك اللي قد دايو لا ذا، إن واحد نجيك سلوين إن أدي دل كيني دت كيني سودو وادا نجيك لنا أنا قوحنا هاي إن ككوبنا هيدا حمنو كان مشرحين تاعه إن جوبل كا وحموقة دتكي إن أي آدي آد وصلوا كسيهين قاب كان أي وحص السودان أو أي حكومة يدتكي وحصارنا أي هوشة أوضان الله بقضب قضب ككواد وقضب كديوان جلين تاع قبل عام دون تاع إن جوبل كسناك قضب كلا بعدنا وحوي شروين قرن ونوغا بلامي دونا مقالة حنقلال تطبيق طبان كبشا حكومة دو حالة يحي حكومة دي دالك اللو دور تباتين سيدا ديگان دا ايو دالك وردن اوه دهاجا چين لان مامل كي دولة دو قارسين لان لكن وحانو عرقنا انان ديگان مدى بريق السناك أنا قاعدين يمتغى عن هاي. قبل قبلنا وحالك هسي كاظي مشرح الديوان عبد الرحمن محمود محمد دور يو حكومة دكو دليلي شك قال لك قبوين ديوان قال انتو كدعي ويدو ديغانو كم إذا باريك السناك ان كلي دي وفتقيقي هالكن مريي نبا ملبو اغي او كدفتي runtii anigu waxa aan ahaa musharaxii ugu horeeyay ee gaaray bariga sanaag meel kastana wax igelin ka soo sameeyay waxa sa hadda muuqata wixii aan u soconay wax ka duwan oo ah in dhamaan goobihii aan ugu tala galay in diiwaan gelintu ka dhacdo la joojiyay lagu soo koobay 12 goobood oo kaliya hawshaana waxa wata oo masuulka ah wasiirka madaxtooyada iyo cidii la halmaasha ee ka tirsan wasaaradaha ka tirsan Axmed Siinaay iyo dawladdiisa runtii maadaama ana goobaha aan ugu tala galay in doorashadii aanay ka dhacaynina diiwaan gelinta waxaan la aanay diiwaan gelinta ka dhacaynina kulli diiwaan gelinta xaqeega iyo xaqii taageerayaashiidaba waxaan ugu baaqayaa inay qaataan oo aan xabiska diiwaan gelin oo laba oran afar qof iyo shan qof meesha jooga oo diiwaan gelin khalada oo la marsanayo aan la keenin runtiina waa mid loogu tala galay inaan carqalad sameeyno kadibna dagaal sokay uu ka dhaco gobolka oo mana baahnin waa gobol nabdoon oo nabad ku fadhiya mashruuca wasiirka madaxtooyada watana waa mid aanan aqbalaynin عبد الرحمن احمد الشرد تلفزيون كعالمي جاي ستار مقاله عير قابو